السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد صباحكم كل خير وأوقاتكم كل خير. دخول اليوم الصباح غير. جايب لكم دعاء ذكره الدكتور عبد الرحمن القصاص. ما لزمه شخص، لزم هذا الدعاء حقق الله منه وشاف الله مريضه وأعطاه كل ما يتمنى ويسر الله أمره في الدنيا والآخرة. عن قصة هذا الدعاء، الدكتور صادف شخص في الطيارة وراجع من أحد سفراته خارج المملكة، قال له يا شيخ أنا عندي أمر ما تيسر، تعرف لي واسطة فيه عسى الله ييسر لي. شخص يذكر للدكتور يقول يا دكتور ما خليت باب ما دقيته ولا خليت واسطة ما جربتها وما نفع والموضوع متعسر معي له سنوات، عطني حل يا دكتور. طبعا الرجل هذا جاء عند الدكتور يبغى منه واسطة، قال له الدكتور أبعطيك دعاء وابغاك دايم تحرص على قوله، ما تنساه في صلاتك في جلوسك في قيامك. وصى الدكتور الشخص هذا أن الدعاء هذا ما يفارقه يلازمه دايم، واخذ رقم الدكتور والدكتور أخذ رقمه وافترقوا بعد الرحلة ذيك. يقول الدكتور تقريبا بعد السالفة هذه وبعد لقاية فيه بأسبوعين جاني اتصال رديت عليه، عرفت صوته يقول له يا دكتور أبشرك لك يا دكتور ربي يسر الأمر وأنتهى كل شيء والفضل يعود لك بعد الله سبحانه وتعالى في الدعاء اللي علمتني إياه، موضوع له سنوات انتهى في أسبوعين مع ملازمة الدعاء. قصة ثانية من لسان الدكتور لنا عن هذا الدعاء، شخص كان تعبان معاه الحصى أو الحصوة كان يعاني منها كثير، عملية في عملية ولا زالت الحصوة متعبته في كليته ولا في أي حل لا مع العمليات ولا مع المراجعات المستشفى. بلغ الدكتور أخو الشخص هذا بالدعاء وجلس عند أخوه يدعي لهم لازم هالدعاء. فترة بسيطة راح دورة المياه الله يكرمكم، بعد فترة بسيطة راح دورة المياه الله يعزكم الملائكة وخرج منه كل شيء بدون عملية بدون أي شيء بسبب ملازمة هالدعاء. الدعاء من لازم هذا الدعاء وجعله ورد على لسانه في صلاته في قيامه في جلوسه فرج الله همه ويسر أمره. الدعاء هو يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أقول لكم وصية الدكتور أنقلها لكم، لازموا هذا الدعاء إن أردت أن الله يفرج همك ويسر أمرك. ما في شخص إلا هو مصاب بهم أو بمشكلة متعسرة عليه، المستحيل أنه ما يكون في شخص غالي عليك تعبان أو يعاني من مشكلة معينة. لازم هذا الدعاء، وصل له عسى الله يفرج همك ويسر أمرك. ربما أحد والديك تعبان أو أحد غالي عليك أختك أخوك، لازم هذا الدعاء، وصل له بلغه عسى الله يجلي عنك وعنا غيمة الهم ويسر أموركم ويسعدكم. وصلكم هذا الدعاء، عندي بس طلب بسيط، أباكم تنشرون سنابي لعل وعسى أن شخص يشوف هذا الدعاء وتفرج عنه قيمة هم وتكون أنسبت فيها. ما أبغى منكم فوق طاقتكم، أنت واستفدتم من سناباتي هذه وصلها للي حولك، جعلني أنا وياك ووالدينا ممن ندل على الخير وسبب في إدخال السرور على أخونا المسلم. إحنا نعمل الآن ولا ندري وين الخير، هل هو في دنيانا ولا في آخرتنا، لكن نسعى لفعل الخير ونسعى لسعادة الغير، هذه من أجمل وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الله يجعلني وإياكم ممن نفعل الخير في دنيانا ولا ننتظر رد الجميل من البشر، ننتظر من الله سبحانه وتعالى. الله يسعد صباحكم ولا تنسى نكر الصباح.